تيست تيست شكرا الله يحفظكم شكرا الله يحفظكم الله يحفظكم. واش الخوت اليوم جيت نتكلم على الضريبه ديال السكن اللي كتنقسم لجوج ديال البارتيات، رسم السكن ورسم الخدمات الجماعيه. هذا رسم الخدمات الجماعيه اللي هي ضريبه النظافه، هضرت عليها في واحد الفيديو هو غيبان قدامكم. دونك في الاخر ديال هذا الفيديو غتلقاه مبيني وبرك عليه وتفرج فيه. دابا غنهضروا على رسم السكن، وخليك معنا ما تزابيش، بعد الفاصل ونواصل. باش نفهموا رسم السكن غنبدا لكم من الاول. لاحظ داكشي اللي في يدك وركز معايا. في كل سنه دار الضريبه كتكون بواحد الاحصاء شامل لجميع العقارات ديال المدينه، وهاد اللجنه كتكون مفتش الضرائب باقتراح من دار الضريبه، وممثلي للمصالح الجبائيه باقتراح رئيس الجماعه ديال البلديه. هاد اللجنه كتبقى خدامه على الاحصاء لمده 6 سنين، وفاش كتفوت 6 سنين كتعاود تجدد لجنه اخرى بقرار من العمل العماله او الاقليم. هاد اللجنه الدور ديالها هي تعرف الديور اللي خاصهم يخلصوا الضريبه والديور اللي معفيين من هاد الضريبه هادي، وفي نفس الحين كيعرفوا القيمه الايجار شحال واصله في ديك الجامعه، وهادشي كامل باش يعرفوك شحال خصك تخلص في رسم السكن. نفترضوا حنا هاد اللجنه هادي عرفت بان ديك البلاصه كيكريو فيها الناس ب 2500 درهم للشهر، وانت عندك في ديك الحومه سكن رئيسي اللي ساكن فيه انت والعائله، وواحد السكن اخر ثانوي خليتيه خاوي ولا كاريه. وقبل ما تعرف شحال تخلص في السكن الرئيسي ولا السكن الثانوي خاصك تعرف هاد المعطيات. الناس اللي عاد باينين شي دار جديده كيكونوا معفيين من الرسم ديال السكن لمده ديال 5 سنين من نهار انتهت الاشغال ديال ديك الدار. مثلا بنيتيها في 2016 2022 تبدا تخلص الرسم ديال السكن. هذا الشيء اللي كنتي ساكن كسكن رئيسي في هاد الدار. المعلومه الثانيه هو ان السكن الرئيسي فيه الاعفاء ديال 75% من رسم السكن، اما السكن الثانوي ما فيه حتى شي اعفاء معلم. المعلومه الثالثه هو الناس المهاجرين اللي عندهم ديور في وسط المغرب ومخليين شي واحد في الاصول ولا الفروع ولا الزوجات ديالهم ساكنين في ديك الدار كسكن رئيسي، راه حتى هما كيتعفاو ب 75%. ودابا غنعطيو مثال للسكن الرئيسي شحال تخلص فيه، والسكن الثانوي اللي كان عندك شحال تخلص فيه. وكما قلنا ديك اللجنه حددت السعر ديال الكراء في ديك المنطقه ب 2500 درهم للشهر. هاد السومه الكرائيه هذه غنضربوها في 12 باش تعطينا التوتال ديال الكراء السنوي، واللي هي 30000 درهم. حنا دابا كنهضروا في السكن الرئيسي، دونك هادشي ديك 30000 درهم تهز منها الاعفاء ديال 75%، غتبقى لك 25% هي اللي غتضرب في 30000 درهم، غتعطيك بالضبط 7500 درهم نت. تشد هذا الرقم تحطو في هذا الجدول اللي حطاه دار الضريبه، القيمه الايجاريه السنويه سعر الرسم والمبلغ. اسيدي هاد 7500 جاتنا ما بين 5001 و 2000 درهم، قبلتها كاينه 10% ومن بعد كاينه 500، بمعنى ان 7500 غتضربها في 10% وتنقص 500. نطبقوها اسيدي، عندنا 7500 مضروبه في 10% تعطينا 750 درهم، غنقصوها من 500 غتعطينا اكزاكت 250 درهم. وهذه هي الضريبه ديال رسم السكن اللي خصك تخلص. بطبيعة الحال راك كتزيد عليها تي اس سي اللي هي ضريبة النظافة اللي غتفهمها في فيديو لاخر. دابا نحسبوا الرسم السكن ديال السكن الثانوي. كما قلنا السكن الثانوي ما فيهش الإعفاء كاع. غنشدوا ديك 30000 اللي هي القيمة الإيجار السنوي وغنحطوها مباشرة في الجدول. فينا تجينا؟ جاتنا سيدي ما بين 20000 درهم و 40000 درهم. قبلتها كتبان لنا 20% و 2500. هذا يعني أننا خصنا نضربوا 30000 درهم في 20%، غتعطينا 6000 درهم. هاد 6000 درهم غنقصوهم ديك 2500 اللي كتبان لنا في الجدول، غتعطينا 3500، وهذه هي القيمه ديال رسم السكن اللي خصك تخلص في السنه على ذاك السكن الثانوي اللي كاري. ومن طبيعه الحال تزيد عليه كما قلنا التي اس سي اللي هي ضريبه النظافه. وباش ما نساوش كل 5 سنين اللجنه كدير واحد المراجعه ديال قيمه الايجار وكتزيد فيها 2%، حيت الكرا كيتزاد في كل 3 سنين ب 10%. هاد العلاقه كامله كتجمع دار الضريبه كتقسم جوج بارتيات، البارتي الاولى 90% لفائده ميزانيه الجماعات، و10% اللي بقات لفائده ميزانيه العامة برسم التكاليف والتدبير. حتى لهنا نكون شرحت ضريبة النظافة ورسم السكن واللي كيتشاركوا بجوج في ضريبة ديال السكن. هادشي اللي كان عشرين، نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، واللي ما فهمش شي لعبة ولا شي وزي خلينا كومنتار ولا يعاود الفيديو مزيان وركز معاه، وما تنساوش دعمونا بالشراكة عجبوش عليك حلقتنا السلات والميساج راه وصل. هاستا لا فيستا بيبي.